تحية طيبة من موجز أخبار صغيرة اليوم، وهذه أبرز العناوين. كورونا بين مجموعات الواتساب ضد التلقيح وماراثون وزارة الصحة، مواعيد القداديس في عيد مار أنطونيوس الكبير، فمن هو هذا القديس؟ الهام اللبناني يحضر من جديد في الفاتيكان، ولبنان في فكر وصلات الحبر الأعظم. قبل الأنبياء، في بداية الكتاب المقدس وفي سفر التكوين بالذات، نرى أن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، أي أعطاه عقلا يستطيع أن يطوره ويطور العالم إن استخدمه. وكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية يؤكد أن الإنسان يستطيع بعقله أن يكشف وجود الله. فإلى متى يبقى هذا العقل غريبا عن إيماننا اليومي؟ يقول البابا القديس يوحنا بولس الثاني إن العقل والإيمان هما كجناحين يحلق بهما الإنسان ويرتقي بنفسه وبالعالم. الإنسان المؤمن من دون عقل يشوه صورة الله، وهذا ما نسمعه من بعض رجال الدين، خصوصا ما نتج عن أزمة كورونا ومناولة اليد وما سببته بحسب تفكيرهم المريض من تداعيات على العالم. مع الأسف، إنه الجهل ممزوج بالغوغائية، وكأن الله أصبح ألعوبة في أيديهم. فأين هو إله الرحمة؟ الأب الباحث عن ابنه الضال ليعيده، المدافع عن المرأة الزانية وداعيها إلى التوبة. فبأي إله يؤمنون؟ بإله يضرب الشجرة في هذه الضيعة أو يفجر مدينة بكاملها؟ لا نخلق إلها يعكس غضبنا، صغرنا، محدوديتنا وجهلنا، بل لنعبد إلها أظهر حقيقته لنا، يسوع المسيح، إلهنا المتجسد والذي نجد صورته في الكتاب المقدس. فلنعد إلى هذا الكتاب العظيم فنعرف الله على حقيقته ونعبده بصدق وأمانة. البداية من الصحة، فكورونا بين التيارات المعارضة للتلقيح ومجموعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وماراثون وزارة الصحة. بالوقت يلي اللقاح عم يصير شبه إجباري بأغلبية الأماكن وإجباري بجزء منها، عم تنشط بلبنان وبالمنطقة المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي يلي بتأكد على حرية الاختيار بما خص التطعيم، خاصة يلي بتضم أساتذة بظل حملة تلقيح القطاع التربوي، وعم بيتم نشر المعلومات والدراسات يلي مش معروف مدى صحتها على هالمجموعات. أما وزارة الصحة، ومن بعد سلسلة التحذيرات من متحور كورونا الجديد أوميكرون والمتحورات الأخرى، وبعد شبه نفاذ الأسرة الشاغرة بأقسام العناية الفائقة، فعم ترجع تطلق ماراثون للتلقيح، وهالمرة بشكل خاص للأساتذة والطلاب لسرعة تلقيح القطاع التربوي وتوفير عودة مدرسية آمنة. استقبلت المنطقة هالماراثون نهار السبت والأحد 8 و9 كانون الثاني، وكان المركز المعني بالتلقيح بصغرتا هو مستشفى سيدة صغرتا الجامعي، حيث شهدت إقبال كبير من الأساتذة والتلاميذ وأشخاص آخرين بالمنطقة، ووصل عدد الملقحين بهالمستشفى فقط ل 1032 شخص. أما بكل لبنان، فأكدت وزارة الصحة أنه عدد المطعمين بهاليومين هو 50,903 أشخاص، توزعوا على الشكل التالي: 27,526 شخص للجرعة الأولى، 11,834 أخذوا الجرعة الثانية، و 11,543 شخص للجرعة الثالثة. التلقيح يساهم في حماية المجتمع من كورونا ويساهم في خفض أعداد الوفيات والحالات الحرجة، فكم بلغت هذه الأعداد وماذا عن الأرقام في المنطقة؟ سجلت إصابات الكورونا من 5/1/2022 حتى 7/1/2022 433 إصابة، لترفع العدد التراكمي خلال 14 يوم ل 1139 إصابة. وتوزعت الإصابات على الشكل التالي: صغرتا وإهدن 187، مزيارة 53، مجلية 38، كفردلاقس 28، أردي 20، علما 14، كفر زينة 12، كفر حاتة 9، رشعين 9، عربة إصحية 7، كرم سدة 7، أصنون 5، بسبعل 5، عرجس 4، كفر يشيت 4، عشاش 3، سرعل 3، داريا 3، الخالدية 3، سبعل 3،
كفر صغاب 2، عين طورين 2، الجديدة 2، كفرفو 1، أرابيش 1، إيعال 1، أيطو 1، بصلوقيت 1، حريقس 1، بشنين 1، مزرعة التفاح 1، بنشعي 1، ومزرعة النهر 1. كنسيا بدأت رعاية إهدن صغارتا بتحضير أولاد المدارس العلمانية للقربانة الأولى في الاجتماع الأول نهار السبت الفائت، وتخلله عدة فقرات بينها ألعاب وأعمال يدوية وتعرف على الكتاب المقدس. كنسيا أيضا أعاد البابا فرانسيس ذكرى لبنان الذي لم يغب عن فكره وحديثه في المجالس أو عبر الإعلام، التصريحات، اللقاءات والصلاة. دايما كان الهم اللبناني حاضر لدى البابا فرانسيس يلي ترجمه مرات عديدة ضمن المجالس أو عبر الأعلام، التصريحات واللقاءات، آخره ب10/1/2022 ضمن خطابه أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي يلي زاره لتبادل التهاني بحلول العام الجديد. وقال الحبر الأعظم عن لبنان، ما ترجم للعربي: إلى الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية وهو يسعى جاهداً لوجود حل لها، أريد اليوم أن أجدد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي كي يبقى هذا البلد ثابتاً في هويته وبقائه نموذجاً للعيش السلمي معاً والأخوة بين مختلف الأديان فيه. وكان الحبر الأعظم استقبل باللقاء الأول من تموز 10 من رؤساء الكنائس الموجودة بلبنان، منهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بيوم تأمل حول الوضع اللبناني وللصلاة من أجل عطية السلم. وأطلق مناشدة بنهاية اللقاء لإنقاذ لبنان بتوجهه لأهل السلطة ليختاروا بحزم العمل من أجل سلام حقيقي ومش لمصالحهم الخاصة، وأكد على ضرورة عدم استغلال لبنان والشرق الأوسط لتحقيق مصالح ومكاسب خارجية. وما توقفت الزيارات هون، بل وبتشرين الثاني زار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الفاتيكان، حيث أكد البابا خلال اللقاء أنه هموم لبنان كتيرة ورح يحمله بصلاته، وأنه رح يبذل كل جهده بكل المحافل الدولية لمساعدة لبنان على عبور هالمرحلة الصعبة. وكان للبنان حصة أيضا من زيارة البابا فرانسيس لأبروس بشهر كانون الأول، وعبر بأول محطة من زيارته عن قلق شديد من الأزمة يلي عم يواجهها لبنان ودعمه للشعب اللبناني. Quando penso al Libano provo tanta preoccupazione per la crisi in cui versa e avverto la sofferenza di un popolo stanco e provato dalla violenza e dal dolore. Porto nella mia preghiera il desiderio di pace che sale dal cuore di quel paese. وبيبقى الأساس إنه اللبنانيين يحملوا أولاً هم بلدهم ويصلوا لخلاصه، لحتى بين النية الحسنة والصلاة تتحقق العجيبة بأرض الصلاة والقديسين. وقد ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في بكركة، وألقى عظة قال فيها: إن معمودية يسوع تذكرنا بمعموديتنا التي أشركتنا في موت المسيح وقيامته وجعلتنا خليقة جديدة. أعطنا أيها المسيح الإله فادي الإنسان أن نفتح قلوبنا لنعمتك كي تجدد الخليقة الجديدة التي صورتها فينا على مثالك يوم ولدنا ثانية من الماء والروح. إلى ذلك يحتفل بعيد القديس أنطونيوس الكبير بين الرهبان في 17 كانون الثاني، فمن هو هذا القديس؟ مار أنطونيوس الكبير أو بين الرهبان ولد هالقديس العظيم بمدينة كوما بصعيد مصر حوالي سنة 251 من والدين مسيحيين تقيين. توفوا أهله تركينه مع أخته الصغيرة، فكان إلى الأخ الحنون والمحب. سمع بأحد الأيام كلام الإنجيل المقدس: إن كنت تريد أن تكون كاملاً فاذهب وبع كل شيء لك واعطه للمساكين فيكون لك كنز في السماء، وتعال واتبعني. وكان لهيد الآية وقع العميق بقلبه، فباع يلي بيملكه، ترك لأخته نصيبة، ووزع حصته على الكنائس والفقراء، واعتزل الدنيا.
صار يصرف أكثر أوقاته بالصلاة والتأمل ومطالعة الأسفار المقدسة، وكان ينتصر على تجارب الشيطان بالصوم والصلاة والتأمل، وما كان يأكل إلا الخبز والملح والمي. توغل هالقديس بالصحراء مع حياة التأمل مدة 20 سنة لحتى عرفوا الناس بمقره، فصاروا يزوروه من كل صوب، وقبل الكتار منه كتلاميذه وأنشأ أديرة عديدة. كبر عدد الرهبان وانتشر عبير الفضائل المسيحية بهالبراري، وكان أنطونيوس يزور الأديار ويثبت الرهبان بدعوتهم. أنعم عليه الله بموهبة شفاء الأمراض وطرد الشياطين. من أقواله المأثورة: يا بني لا تهمل ذكرى الأبدية، قل لنفسك في كل صباح أنك ربما لا تعيش إلى المساء، وعند المساء أنك ربما لا ترى نور النهار. قاوم التجربة بشجاعة، إن الشيطان ضعيف أمام الصوم والصلاة وإشارة الصليب. رقد بسلام ب 17 كانون الثاني سنة 356 عن عمر 105 سنين، وما فينا ما نذكر الرهبان القديسين تلاميذه يلي انتشروا ببلدان كتيرة ومنهم لبنان، ووصلوا على وادي أديشا ودير مار أنطونيوس إسحية التاريخي الشهير بمعجزاته بطرد الشياطين والرهبانيات المارونيات يلي سميت على اسمه من وقت نشأتها وتبعت طريقته النسكية. لهيك دعى بكوكب البرية ومجد الحياة الرهبانية وشفيع الجامعات والأفراد بكل مكان وزمان. وننتقل الآن إلى مواعيد تنتظرنا. مواعيد قداديس عيد مار أنطونيوس الكبير: الأحد 16 كانون الثاني قداس ليلة العيد الساعة 4 المساء، صلاة المساء والطلب الساعة 5 المساء، تنين 17 كانون الثاني نهار العيد، صلاة الصبح الساعة 7 الصبح، قداس الساعة 7:30 الصبح. قداس بيحتفل فيه الأب الرئيس مخايل فنيانوس مع الحبسة وجمهور الدير، وبيتم خلاله تجديد النذور الرهبانية الساعة 9 الصبح. بيحتفل بعد الساعة 9 بالقداديس كل ساعة طيلة النهار على أنه تكون الاعترافات مؤمنة بكل قداس. وأعلنت إدارة الدير اعتذار عن استقبال المهنئين بصالون الدير مثل مجرة العادة السنوية نظراً للظروف الوبائية الراهنة، ودعيت المؤمنين لاتخاذ كافة التدابير الوقائية. ضمن الأسبوع التاسع لدورة التصفية النهائية للأندية الأوائل لبطولة الدوري العام للدرجة الثانية، بيلتقي السلام زغرتا والنبي شيت سبت 15 كانون الثاني الساعة 2:15 بعد الظهر على ملعب مجمع زغرتا الرياضي. رياضياً، ضمن الأسبوع التاسع لدورة التصفية النهائية للأندية الأوائل لبطولة الدوري العام للدرجة الثانية، تعادل السلام زغرتا والراسينج بنتيجة 1-1 وسجل الهدف فيليب أيوب. أما فريق أمل السلام فقد تعادل أيضاً بنتيجة 2-2 مع فريق الشباب سير، وسجل الأهداف جيسن بايع ورواد أبو نعمي، وذلك ضمن الأسبوع الخامس لبطولة الدوري العام للدرجة الرابعة. وضمن الأسبوع العاشر لدوري فرق الشابات، خسرت شابات السلام أمام هيليوم بنتيجة 1-0. وإلى فقرة صغرتا في صورة، حيث اخترنا لكم اليوم صورة لسماء إهدن ومزيج الألوان تزين تاج إهدن بالذهبي والأحمر، وأرسلتها السيدة كاتيا يمين. وهذا كان كل شيء، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.